صباح الجمال، صباح الفل، مساء الخير حسب التوقيت المحلي لمدينة حضرتك دلوقتي. احنا النهاردة مساء بتوقيت جرينيتش حسب ما بتشوفوا الفيديو دلوقتي، معرفش بقى حسب توقيتك ايه. النهاردة ان شاء الله احنا قررنا نعمل تحدي سحب المنديل تاني، وصلتوا الفيديو ل 100,000 لايك في اقل من 24 ساعة. انتم ابطال وقد الدنيا وقلتوا لنا حوارات، احنا هنوصل لكم الفيديو بس تعملوا جزء تاني اصعب من الاولاني، جايبين جوائز اكتر وعقابات اصعب وعقابات اشد. بس قبل ما اخش في التحدي النهاردة هعرفكم لاول مرة على تطبيق واي. التطبيق ده طبعا تقدر تكسب منه فلوس زي ما انت عايز وانت وشطارتك. وفكره التطبيق بكل بساطه ان انت بتبعت التطبيق ده لاصدقائك او اي حد، مقابل ان هو بيدخل التطبيق وبيعمل حساب وبيسجل فيه انت بتكسب فلوس. دلوقتي بقى نبدا معاكم في التفاصيل، وخليكم معايا كده واحده واحده وركزوا كويس جدا عشان تشوفوا ازاي هتقدروا تكسبوا الفلوس من التطبيق. واول خطوه معانا دلوقتي هتنزل تحمل التطبيق من اول تعليم مثبت وكمان في صندوق الوصف، وبعد ما يفتح معاك التطبيق هيظهر لك الصوره اللي انت شايفها دي بالظبط كده، هتدوس على كلمه نسخ، وبعد كده هتنزل تحت تدوس على كوم بتنزيل كواي واكسب المال معاك. هحولك على جوجل بلاي او اب ستور حسب نوع موبايل، وبعد كده هتقوم عامل تسجيل دخول عن طريق حساب الفيسبوك او حساب جوجل او رقم الموبايل بتاعك. طبعا الموضوع ده سهل وكلنا بنعمله وخلاص. وبعد ما هتسجل هتفتح معاك الصفحه الشخصيه، هتلاقي فوق صندوق الكنز اللي موجود قدامكم دوت، هتضغط عليه وبعد كده هتظهر معانا الصفحه ديت. هندخل فيها الكود اللي كنا نسخناه في اول التطبيق ما فتح معانا، هننزل تحت على كلمه دعوه مكتوب جنبها ادعي الاصدقاء لكسب المزيد من المكافئات. كل حد هيحمل التطبيق من خلال الدعوه بتاعتك وهيسجل بالكود اللي انت بعته له، هتقدروا ان انتوا تكسبوا فلوس، وكل ما هتشتغل اكتر كل ما هتكسب اكتر، وربنا يوسع عليكم ويرزقكم يا رب. وفي البدايه كل شخص هيحمل التطبيق بتتحاسب عليه بجنيه، بعد كده هتبقى 3 جنيه 5 جنيه 10 جنيه 15 25 جنيه. وطبعا انا عارفكم كلكم هتدخلوا الناس التطبيق، ولو انا مكانكم هعمل كده واكتر، وربنا يا رب يوسع على الناس كلها. طبعا الرصيد عندك فوق بيزيد زي ما انت شايف كده بالظبط، وكل يوم بتدخل وبتعمل توقيع تحت بيتحول لذهب، تقدر تحوله لفلوس وتاخد كل الفلوس دي بقى من كلمة سحب اللي فوق، تختار طريقة السحب المناسبة ليك. طبعا الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا، وان شاء الله كلكم هتدعوا لي لان فعلا التطبيق ده مميز. طبعا الوحوش دول كلهم مشاركين النهارده معانا في التحدي، ان شاء الله باذنك يا رب هطلع انا اقوى حظ، وانا هكون سعيد الحظ النهارده لان انا بطل ومعروف ان انا دايما انا اللي هطلع اقوى حظ. الترابيزه موجوده واللعب موجود والتحدي شغال، هنشوف مين اقوى حظ. وانت دلوقتي تنزل وتكتب في التعليق بتاعك انت تتوقع مين هيكون اقوى حظ ومين اللي هتدور فيه الضرب النهارده من قبل ما تشوف. وعلى فكره انا كان في دماغي عقبات جامده قوي كنت هحطها هنا، بس اغلبهم خافوا منها وقال لك لا احنا هنصور ده بالعقبات اللي معانا دي، والفيديو اللي هنصوره لو وصل ل 120,000 لايك في خلال 24 ساعه بس هنعمل الجزء الثاني من تحدي سحب المناديل بالعقبات الثانيه، حاجات بقى جامده قوي وصعبه جدا والكل خايف منها. سمعوس لو سمحت بقى تعالوا لي كده بقى عشان انا في مشكله. استني بس معلش يا حاج، بصوا بقى تعالوا لي كده لو سمحت، بعد اذنكم بعد اذنكم ها، انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب للقناه عشان نوصل ل 2 مليون. بصوا يا ابطال هشرحوا قانون التحدي عشان واحنا بنلعب تبقوا انتوا فاهمين ايه اللي بيتم كل حاجه. الكاس اولا هيبدا من هنا كده، هنبتدي نسحب على الحاجات اللي هنا كلها، جايزه عقاب جايزه عقاب جايزه عقاب وهكذا. طب وصلنا لحد النهايه مش هنقف، هنبتدي ان احنا نلف ونروح الناحيه الثانيه على السفره من هنا ونبتدي نسحب على الحاجات اللي هنا بنفس المنديل بنفس المنديل. وطبعا الحاجات اللي هنا احلى واقيم، وهنا في مبلغ كبير طبعا هو مش باين ولكن هو مبلغ كبير 7500 جنيه. كلكم انزلوا في التعليقات دلوقتي قولوا يا رب يطلع لك يا محمد عشان تجيب بقى العفش اللي ناقص. عايز يجيب الانتريه يا جماعه ادعوا له عشان خلاص جوازه كله واقف على الانتريه بتاعه. جوازه كله واقف على الرزمه دي. يا ابني مش جبت الانتريه معايا انا قبل كده؟ عايزين نجيب سفره بقى وصالون بقى. لا عايز تودع كوافير. في كوافير لسه، ده انا هتنفر والسقفه مش في شماريخ هتيجي وفي عربيه وفي ورد ولسه كمان العريس عايزه تروح المالديف فاكيد مش هنزلها هنا. طيب تقريبا احنا كده كلنا متفقين ان احنا نبدا من الكبير لحد الصغير صح؟ طيب يبقى اتفضل يا حاج. الله المستعان. اهم حاجه يا حاج، اهم حاجه شيل الحاجات اللي هي ايه؟ بسم الله. حاول تاخد الكاس ده. بسم الله. ربنا يستر. خلي قلبي حمام سباحه هنا. الله اكبر. الله اكبر. ماشي يا معلم. الله اكبر. هو بيتقلب. ماشي يا معلم السكينه في الحلاوه. لا لا انت خد الوجبه. لا لا استنى استنى استنى، الوجبه ولا حمام السباحه؟ لا الوجبه. الوجبه اقرب للوجبه. اقرب للوجبه حبيبي. طلع لك ايه بقى؟ الله اعلم. طب ما تورينا كده يا حاج. ماشي كده عيوننا كلها مبصوصه هنا دلوقتي. نفسه في حته هديله مش هاكل. حمام 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 حمام. انا عايز يطلع لي جزء
تقلق. مين اللي بعد؟ ام حاجه انا ميره معايا في الحمام. طار الحمام يا حبيبي، طار الحمام حتى اظبطها لك. يلا روح يلا حنان عليك. تشجيع عمو، تشجيع عمو، تشجيع عمو. انت ايه ده؟ ايه اللي بقى ديلك كده؟ شكلك كده هتتعب. دي بشره خير، دي بشره خير، بشره خير. سيبها تركز، سيبها تركز. انا نفسي بصراحه العب في وشك الفخذ النهارده، متغصب انك عشان ما عملتليش المحشي النهارده. يلا سهل حالي يا عمي، استر يا راجل. ما تديش وتردش. اهم حاجه ابعد عن المنبار. الله اكبر، ابعد عن المنبار. ايوه ايوه الدوتيلا داخله عنده، دوتيلا داخله عنده، دوتيلا هي كل مره. انت كل مره كده الدوتيلا تابع. لا لا لا، بص كده انت هتروحي الجنب الثاني وهتكملي على هنا. ايوه كملي الصف الثاني. ده انت بص، ده ديك ده انا نفسي في دي. لا انا نفسي في دي. طب افرض اتقطعت، ولا هتقول دي ولا هتقول دي؟ لا لو اتدرج قدام حاجه هتاخديها. بص يا حاج، هو ده قانون اللعبه، موافقه ولا تنسيح بيه؟ امال ابوك ما يسحبش؟ ما هو عشان اتقطعت منه هنا، اتقطعت عنده. طب يلا امسك يا حسن نفس المنديل زي ما هو بالظبط كده، مش هينفع يتغير. يدك هتتقطعك في البعيد. يلا يا رب يجي لك يا رب الكيس البهريز ده او ده. سب وركزي. في وشك ايه؟ نعم ما هو كده كسبان. سب وركزي. بصي يا ماما، بصي يا ماما، هقول لك على حاجه بقى خليكي ذكيه. تعملي ايه؟ لو انت عايزاها مثلا تتقطع عند دي، تعالي عندها كده والكاس عندها وحاولي ترجيها، خليها تتقطع هنا. ما ممكن تعمل معاها الغلط تقوم مقطعها. ايه؟ طب ما تيجي لغايه ايه؟ ولا دي ولا دي؟ ولا دي ولا دي؟ ولينا شطرت. يلا يلا يلا، واحد اتنين. اللي له نصيب في حاجه بيشوفها. هتقع. ايوه 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 ارحم هذا عيال. ايوه 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 الفلوس. ايوه الفلوس. خلي بيه. لا لا، ابعد عن الفلوس يا اما. انا داخل على جواز يا اما. داخل على جواز يا اما. لا لا، يا محظوظ ده عادي مش جاي الناس مش عارف. حبيبتي يا ستي، حبيبتي ايه بقى؟ عادي بقى، عادي. انت يا ما حدش هيكسب. انت ابويا خد كام حمامه؟ اربع حمامات. انت هتجيب غيط حمامه محظوظ. ايه ده؟ المنديل اتقطع فين؟ المنديل اتقطع. امي كان هتجيب غيط حمام النهارده. اه وانا معاها بالنص الحقيقه. اديني فلوس. مين اللي بعد امي؟ ابو زيد. يا اولاد العيديه بتاع العيال ده عيد لحمه مش عيد عيديه. لا يا حبيبي انا هدوهم بقى فلوس. اه ما هو جاي لك من باب الله. مش تعبانه فيهم؟ رزق الاطفال دول. ما تديني دلوقتي. خد يا حبيبي. ايوه ايوه بفرق ملك. ولا 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 اللي كنت بدعي عليها ده. انا طلعت ندل. طب شيل اسك من الجنب. شيل اسك. حلوه قوي. حتى انا افرق، حتى انا افرق، انا افرق. انا خد انت يا حسن. لا انت كل واحد خد يا بنت الرماس. يا رب البيسير عشان نخلص منه. بسير ان شاء الله. يعني انت مش خدمك من دي ولا دي؟ اهم حاجه البسير. اللي الشوار ب 100 جنيه النهارده. فرعتك انت، اتمنى لخيرك الخير هتلاقيه. يا رب يا رب البسير يطلع لك يا حسن. يا رب. دعوه. لا يا رب من العذاب، هو اللي عامله بايديك. او كاس العذاب. سمي بالله يا ابو زياد بقى وشد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاجه عارفه دعوه الحما في السماء هي دعيه. والله هنشوف هتشوف ده عيالك ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هتباني الحقيقه دلوقتي. كاس العذاب. كاس الحقيقه هتباني يا جماعه. ماشي زي السكينه بالحلاوه. السكينه بالحلاوه. الله اكبر. ستوب. استنى بقى. ايه انتوا بتهيصوا ليه؟ ما لسه اهو. استنى ارفع امسك المنديل يا محمد عشان ما يقعش عليه ميه ويقول لك ايه. ايوه دي امان. ده اهي اهو. ركز. اهو معاك ربنا يا ابو زيد. كده ما عندكش حاجه. يا رب اما نشوف حماته ده عياله ولا لا. ابعد عندي، ابعد عندي، ده غالي عندي قوي. الله اكبر. أيوة. بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا لا اللي عليا انت هيطلع دورك البسي. انت خدت ايه بقى؟ عرفني كده انت خدت ايه بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. اهو والله انا خلي الرماس تفتح. اهو اهو.
الله اكبر لعبه معاك يا ابو زياد على النحاس من حمام السباحه. ارزاق ارزاق بيوزعها الخلاق. اما اشوف انا بقى حماتي لعيالي ولا لا. ادعي لي يا اما خلي محمد. لا خلي محمد ادعي يا ادعي بجد. حط يا ماما ادعي لك. ادعي لك انا ادعي لك. ادعي لي يا يوز. ادعي لك انا يا رب ويطلع لك المجيد بتاعهم يا ساتر يا رب. يلا يا محمد اللهم صل على تشجيع يا اما تشجيع يا اما تشجيع يا اما تشجيع يا اما تشجيع يا اما. ما سايبه. لا بس المنديل ده بايظ. لا يا باشا لا لا مش بايظ والله. لا المنديل ده المنديل مقطوع لوحده اهو اهو بس كده. سيبها على الله وتوكل. تشجيع يا اما تشجيع يا اما تشجيع يا اما. اللهم صل على حضر الجلال. كاس العذاب كاس العذاب. ايوه حماس بقى ما تتعدش. لا كاس العذاب ما تتعدش. ماشي ماشي كمل. هي لسه ما تتعدش يا جدعان. ماشي. لا لا احلى كاس عذاب كاس العذاب. بس تعالوا بقى محمد ده بطل. انا دلوقتي كاس العذاب ده عباره عن ايه؟ انا هقول لكم بقى. عصير برتقال فاخر من الاخر. استنى استنى. وكيكات وينكيز فاخر برضو من الاخر. وبيض ولا عرفه الله يريحك. امسك بقى مناخيرك. ده كاس العذاب. يا محمد انا داعي لك يا محمد. انا اتاكدت ان حماتي داعي. يا ميرفت ايه اشرب. امسك مناخيرك. حلوه حلوه القرفه. انا كان نفسي يطلع على حذر. ايه انا جسمي مقشعر. الله جسمي اشعر جسمي اشعر جسمي اشعر جسمي بيشعر. اجري رجع. ابعد هرجع عليك. جسمي جسمي يا بطل. ما معاك الاول. امال ما هو كاس العذاب. واحد اتنين تلاته واقلب. لا بس المفروض ان انا ما خلصوش كله. اه براحته. بس اشبع منه. لا يشبع منه. خلاص بقى عشان عمري وجعتني. خلاص هو اتعب. خلاص كفايه كده. هو شرب شويه حلوين بما فيه الكفايه. خلاص بطل عش يا بطل. لا وحشي. ايه ده انت هتعمل ايه؟ لا ايه لا وسع وسع عوده. الدور عليا. ربنا يستر يا رب. انت بعد كده انا يلا حط المنديل. بصوا بقى اللي هيشجعني لو طلع لي ان شاء الله حاجه حلوه هديله منها. اللي يشجع هياخد. يا رب يا رب والنبي يا رب يدوق نفس الكاس اللي انا دوقته يا رب ان شاء الله. لا بنحبك قوي يا اخي. يلا بسم الله. يلا يا باشا. 1 2 3 الله اكبر. ايوه الله اكبر. محمد انت ملخمني يا معاه. انا بعيد اهو عشان ما يتحججش بيا. ماشي ماشي ان شاء الله هيطلع على البيت. يا رب حمامش بيها. ايوه يا رب. استر يا رب. استر يا اللي بتستر. حاجات الهوبر يا حسن. ابوس ايدك. اطلع لك النوتيلا. انا عارف. استر يا رب. هي رماس بتقول لك هتطلع لك النوتيلا. ايوه استر يا رب. استر يا ستار. يا رب حمام السباحه يا رب يا رب يا رب يا رب. ذهب نروح بقى الناحيه الثانيه. ذهب وعوده بنفس المنديل. الفرانه والدوله. يلا معاك ربنا يا اخوي. يا ربي اهو اهو انا بقلب على دي. معاك بقى ورينا بقى. بعد اذنكم بقى انا هقعد في الارض بقى عشان ايه اطلع حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتنين. بص بقى ده انت مرسي والله. او اللي هيمد ايده عن فخره. لا هي هتمد معاك في ساعة. لعبه معايا. لعبه يا حسن. لا يا حبيبي. لا يا بابا ادي يد يد ربنا على بصي. انا طول عمري ربنا يخليك يا خالي. وانا كان نفسي قوي تطلع لك. لعبه يا حسن. ادي يد ادي يد. لا حط حط الكنزايه. حط العصير. انا حاطط الكيسه اهو. لا لا ليه تصبر جوه. ما خلاص ما خدش حاجه. حط انا يلا هنكمل. انا فرحان. وسعت الترابيزه. الحمد لله. انا جاهز. دورك يا زوز. ابعد عن النوتيلا عشان النوتيلا دي المفروض كانت تكون في الشنطه اللي انا خدتها. يا راجل مش عايز النوتيلا جنب الحجر في الشنطه. انا هبدا بسم الله. ان شاء الله النوتيلا دي هتفضل موجوده لحد الدور الجاي. يلا يا عم وسع لي. ابعد عن النوتيلا اهم حاجه. تشجيع يا رب يا زاد يطلع لك البسير. يا
استنى انت كنت فرحان فيا وانا بشرب الكاس تعرف تقول لك يا رب تكسب النتيلا تعالى من هنا تعالى من هنا من هنا هتوحشني يا زياد يلا حسن يلا واحد اوعى يا انت بقى ايه بص يا خبير واحد هتزحلق من ايدك لا 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 اثنين ثلاثة سلام يا زياد حاسس بايه يا حبيبي إلهي يا رب يا حسن انت وخال محمد يا رب وفي نفس الموقف اللي انا فيه هو مفيش الموقف واحد ده الجو ساعة اصلا دول علي انا بيرة تعالي انا عايز اقول لكم ان الجو ساعة وانتم شايفين الهواء ربنا يستر ما يكونش مأثر على الصوت ربنا يستر ويكون الصوت مش متأثر من الهواء لان الجو النهارده هواء فعلا والجو ساعة وتستاهل يا زياد لا 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 ينفع كده؟ طب انت التاني بقى لقيت هاي غداك بص الراني ده جاهزة؟ جاهزة الجزء الأول لما عملناه كان حاسك كان في الجيل ده فإن شاء الله النهاردة يكون حاسك في الجيل لا إن شاء الله إن شاء الله مع بعض إن شاء الله إن شاء الله يطلع لك يا إما جيل يا اما جيلي يا اما حمام سباحه هنا هو يا اما كاس العذاب او قرن الفلفل الجامد ده النوتيل لا ان شاء الله حمام سباحه يا اما جيلي انت يا غير قولي بسم الله وبدا بسم الله وبدا وان شاء الله يطلع لك اختي خليكي زي اخوكي كده محمد ده على زياد بحمام السباحه طلع له حمام سباحه وانا دعيت عليه بكاس العذاب طلع له ليه انت الشيخ محسن ما تسحبش من على زياد يلا بسم الله يلا ايوه انا مرعوب استر يا رب شد كده هتدلدع المنديل يا رب يا نيره يطلع لك الجيل شد على طول عشان المنديل لما بيمط يا رب انت اللي تخسر وتطلع تاني ان شاء الله يطلع لك الجيل شد على طول يا اختي انا مديك زيي يا مساء الحال يا رب كاس العذاب وقطع يا بنت اللي في الباكر يا ستي بالله عليك استني سيبيها سيبيها انا متوتوره دلوقتي بس متوتره ولا شيء يا ناس ايه يلا يا جدتي رب يلا روحي هناك الناحيه الثانيه يلا يا رب انت وحظ تشجيع عمار شجعوها ماشي شجعنا ايه بعيد عن البرقوق خش على الجل خش على الجل خش على الجل ايوه اه موعودة موعودة يا جيل غمضي عيني غمضي عيني اتنين انا ما بعيد واحد اتنين ثلاثة طب كسبوني بس استنى عشان هي فاتحة بقها اشيل بقي واحد طب سيب دراعي اول ما قلت ثلاثة اضرب واحد اتنين ثلاثة هو انت نازلة المية اوعى غمضي يا بت الله يسامحك الله يسامحك احساسك ايه دلوقتي بس تصدق ريحتك بقت حلوه يوسف خش انا بطل عشان تعرفي ان انا دعواتي مستجابه قلت يا رب يجي لك الجل وانا قلت يا رب طب يا رب يا يوسف يطلع لك النوتيل يلا يا يوسف يطلع لك النوتيل بنعد فيك يا نيرة جاهز اللي فاتت لابس الطبق ان شاء الله يوسف هيطلع له النوتيل ابعد عن النوتيل عشان انا بحبها جاهز بسم الله سيب النوتيل تطلع لي وهديك حته من هديك معلقه كبيره بسم الله ان شاء الله يطلع له النوتيل عشان الواد خدها على طول يا زميكي كده ما تقلقش انت هتنصص معايا يا يوسف هتنصص معايا يا لف يا زميلي المنديل يلا هتنصص معايا يوسف يوسف داخل على وجبه جامده جسمه بيرتعش يوسف كده شكله انت بتدعيش ليه هو انت في الاختبارات الحربيه شد على طول يا اسطى ما تخافش ايوه اوه اوه قلبي لا لا على الهادي يا زمان استوب استوب على فكره كان عايز يقطع قاعد ينزف المنديل ان شاء الله طالما عمل كده هتجيله ان شاء الله لا مش هنطلع له خلاص لا هينف لا حمام السباحه لا 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 هو ما منك لازم نفس المنديل انت وحظك
يلا يا عم. لو طلعت استنى، لو جت هنا او هنا مش هتاخد حاجه خالص. اه يعني لو اتقطعت في الفاضي مش هناخد حاجه. ماشي يلا. عندي ما خدتش حاجه بس ما اديتش كلمه. تشجيع عمار. سقفوا له امه. شجعوه. سقفوا له امه الجهاز حسن. جايز. يا رب. يا رب ما تخافش. ما توتروش. ما توتروش. اه ما حدش يكلمه. ما حدش يكلمه هو جايز حسن. ما حدش يكلمه. يلا. هلحقولك. حاضر اهو. اقلع الكوتشي. انت خايف على الكوتشي مش خايف على نفسك؟ لا هو عشان ما ينزلش المايه بالكوتشي يعني. يلا قلبي معاك يا يوسف. قلبي معاك. يلا يا يوسف. واحد اثنين ثلاثة. لا لا ابعد عني. ايه يويو المايه حلوة؟ مش حلوه خالص. سبحان الله جت عند النوتيلا وكان عايز يقطعهم متعمد بس ربنا مش على كيف حد. كده يا جماعه احنا خلاص هنعيد الدور من تاني من الكبير لحد الصغير. كده اول ما الجوائز كلها تخلص هنبتدي ان احنا نقول كده خلاص ايه اللعبه انتهت وكل واحد هو وحظه بقى. هتبداوا الدور الجاي عليا انا. اه ابدا انت دلوقتي. يا رب يا حاج يطلع لك حلي بقى. ابعد عن الهوبر. انت خدت حمام ما شاء الله. بسم الله. الله اكبر. اضرب بقى يا معلم. اضرب انت. انا خايف. عايزين نضرب دي. هات كده هات كده. لا مش هضربها له. لا مش هضربها. بتعمل ايه؟ لا لا لازم كلنا. مش هي عدوه في الفريق. خد مين اللي موافق على اللي نيره بتعمله؟ انا. بص ما تخبطوش كده. خلاص. لا لابسين الطبق في وشه. طب انا هقول على حاجه واللي موافق ماشي. حد موافق انه ياخد العقاب مكان ابويا؟ انا هاخد. هتاخده مكان جدا. هتقدر يا بس عادي. انا لو منك هطلع 1000 جنيه واديهوله. مش خساره فيه. طب يلا حالا. ده تعالى هنا. خلاص 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 عشان ايه ما يبقاش حرام احنا نستكفى ان احنا ايه نعمل للحاج كده بسيط بالراحه كده بسيط كانه بيحلق ده. ماشي عشان ما يبقاش حرام بقى. شكرا شكرا. طب معايا حته معايا حته. شكرا وساره تكرمني. شكرا. فعلا اصعب عقاب موقف مش عارف ايه. عادي لعب وضحك وهزار وانا بحب الهزار. يعني عادي لو كنت خدت الطبق كله. لا عادي انا بيهمنيش. امال بيبرق ليه؟ ده بيبرق. هو اصلا بيقول عادي عشان خاطر هيحلق ده. لا ده بيقول عادي وبيبرق. اللي عادي اللي هو عادي ضربه عادي. ده ينفضل بعد الفيديو. لا 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 عادي عادي. طب بصوا بقى يا جماعه بعد اذنكم لو ما نزلنا لكوش فيديوهات تاني بنصلي على النبي والنبي. صعب الفكره اهو احنا ما لناش دعوه. لا لا عادي 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 انا مبسوط عادي. انا ما ركزتش. انا كنت فاكر ان هي هتتقطع هنا عند ال. لا ما انت لازم تعيد الصف ده قبل كده ما تلف. هو بصراحه اكتر واحد مرضي فينا هو امي. حاولي تتعاقبي بقى انت مش كل مره تقشي تقشي. ان شاء الله هاخد وجبه ثانيه. انا اهم حاجه حمام السباحه ما بقاش موجود. ده اهم حاجه عادي. يلا لسه حمام السباحه خالص. انا الفلفل عادي بالنسبه لي. اهم حاجه كاس العذاب ده بس يبعد عني. طب انا عندي فكره عشان كده الحاجات بقت قليله اول مساحات بقت كبيره. ايه رايكم لو نخليهم كلهم صف واحد؟ ماشي. طب ماشي اهو ادي كده اول حاجه الموز. خلي دي هنا. خلي النوتيلا اخر حاجه عشان انا عايزها. ماشي. يا رب خدها انا. يا رب يا رب يا اما تكسبي يا رب ويطلع لك عشوه حلوه. ستي ستي بتحبنا تديني النوتيلا لما الله. ايوه يا رب الثالثه الكوبايه. جامد. بص قلبها جامد قوي. بتشد عادي. اه بتشد عادي ما بيهمهاش. بتشد عادي اللي هو كانها زي جبروت. اه لا 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 شد من هنا. لا اتقطع من هنا. لا ما تقطع. لا شد من دي. لا شد من دي اهو. اه حرام. لا ما اتقطع. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. خلاص عيد عيد. لا اتقطع. لا لا ظلم ظلم. لا اتقطع من الترابيزه يا جدعان. اتقطع من نزال الترابيزه. ده اسمه تحدي لا تقطع المنديل. اه المنديل اتقطع. اي لا ما اتقطع. ابويا رضي بالعقاب. والله يا اختي انا كان نفسي تكسبي عشان تديتيني 100 جنيه. هات الصغير ده بده. هات الصغير. هات الصغير. يلا شهدوا عليا انا مش خسرانه. لا اتقطع. بص يا جماعه المنديل اتقطع من قدام من هنا. من الازاز من هنا. المهم ان هو اتقطع. ماشي هو اتقطع مني. والله العظيم احنا ما عايزين ناكله. احنا عايزين نخلص منه من على الترابيزه.
ميه ميه طفوها طفوها. تعال تعال شيل معايا شيل معايا. مين اللي بعدها وزياد؟ اتفضل يا وحش. بالنبي زبل النوتيلا. انت وريتك ده. يا رب كسر العذاب. يا رب بركة سيدنا النبي. يا رب ياخد كاس العذاب يا رب. يا رب كاس العذاب. يا رب. ايوه. يا رب. ايوه. اه بس. ايوه. يا ميس اهو. بحب افتح. ايوه هي بحب افتح. الناس حبيبتي اللي بتفتح على كل حاجه اهو. طلع لك المره اللي فاتت في ايه؟ يا ولاد الايه لذينه. مين؟ ضمنت العشاء. يا رب ربايا يكسب. انا اللي عليا الدور. يا رب يا محمد يطلع لك الايه؟ الكاس العذاب. تاني كاس عذاب تاني. طب انا بقى بالعد فيك هيطلع لي الوجبه الجميله دي. النوتيلا. قول النوتيلا. الوجبه الجميله. لا انا عايز اتعشى. يا بركه ضحك يا اما. يا رب. يا بركه ضحك. كاس العذاب تاني. كاس العذاب. لا لا لا. كاس العذاب. ادي شويه عشان خاطر انا ما كنتش بعمل معاك كده يا يوسف. لا انت عملت اكتر من كده. ايوه امشي امشي. احملك يا رب احملك يا رب. لا 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 تسقيف النار. لا مش هسقف. تسقيف النار مش هسقف. تحيا يا ماس. اوعى يكون اللي في بالي. هنقسم انا وانت يا ماسه ماشي؟ بسم الله. تسقيف امه تسقيف امه. انت ماشي خد حته يا عم. ماشي خد حته يا عم. ماشي خد حته. وانا انت ما خالص. ما تقلناش عليه ما تقلناش عليه. انت ما خالص يا جدعان. انت ما خالص. ضحكوا عليا. طلعت اجدع منهم وسبت لهم الكباب اهو. سيب لي بقى النوتيلا بقى. لا ده انا نفسي فيها من البدايه. انت انك هتكسبها ان شاء الله. هكسبها ان شاء الله. مش هتكسبها. يا رب يطلع لك كاس العذاب. ان شاء الله. انا بقول يا رب يطلع لي النوتيلا عشان هو ايه هو محظوظ. كاس العذاب يا رب. ما تعكسش ولا مره. كاس العذاب مستني. ده كاس الرخم ده مش كاس عذاب. شايف يوسف بيعمل ايه؟ شفت يوسف؟ لا بس يا رب. بس يوسف لا خلاص هو عداه يوسف. لا عداه خلاص 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 خد النتيجة. الحمد لله. انا هحطه هنا في جيبي كده. ادعوله ادعوله يعمل البيت ابوه. عندك موز وكاس عذاب وبرقوق. ماشي خد اي حاجه. انا كده كده مش هلعب تاني. يا رب يا رب يا رب خسر مره. يا رب يا رب يا رب يكسب. يا رب الله. هيعملها ولا ايه؟ هيعملها ولا ايه؟ لف يد المدين يا ارزاق. انت خدت معايا الكباب صح؟ انا طماع. انا خدت حبه. بص يا جماعه كده خلاص مش فاضل غير كاس العذاب ده وشويه الموز دول. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط كاس العذاب هنا والموز هنا. لو نيار قدرت ان هي توصل لحد الموز هيكون الفيديو خلص وخلاص يبقى التحدي خلص. الحمد لله الحمد لله. لو هي خدت كاس العذاب هيبقى يوسف هو من نصيبه الموز لان يوسف اللي بعدها. لا ايوه في النص مكانه يفضل يسحب بقى. هو يوسف بينا عليك الصبح دلوقتي. والله انت وحظك بقى معاكي كاس العذاب ومعاكي الموز. هتتعاقبي مرتين يا نيره لو طلع لك كاس العذاب يبقى الموز من حظ يوسف ولو طلع لك الموز هيبقى خلاص. ايوه حته كمان. كده خلاص الفيديو بتاعنا انتهى والتحدي خلص. لازم دلوقتي تنزلوا في التعليقات وتقولوا مين اقوى حظ في اللي موجودين كلهم وكمان مين اسوأ حظ. ما تنساش تحط لايك للفيديو ده عشان يوصل ل 120 الف لايك في خلال 24 ساعة بس. ونعمل التحدي الجزء الثالث بعقبات اصعب من كده بكتير. ونشوفكم على خير ومع السلامة. مع السلامة.